بسم الله وعلى بركة الله. احنا النهاردة هنعمل عناب. فجبت كمية العناب اللي عندي كلها وغسلتها وحطيتها في مية على النار بتغلي، واول ما تغلي هطفي عليها واسيبها ساعتين، وبعدين اجي اصفيها احط لها السكر واصفيها. اعمل عناب مركز بدل ما اعمل كل شوية. عملت كل الكمية اللي عندي. ده العناب بعد ما غليناه وسبناه كام ساعة منقوع، حطيناه في الخلاط وعليه سكر وهنضربه في الخلاط دلوقتي. كده بعد ما ضربناه في الخلاط هنصفيه في شاشة. تقيل ازاي؟ ده العناب بعد ما اتضرب في الخلاط وبقى تقيل جدا. هنحطه في ازازة وهنفضي منه في المكعبات بحيث المكعبات تتحط في التلاجة، ولما تجمد هنعبيها في اكياس وناخد منها كل مكعبين على كوباية مية عادية او مية سخنة لو عايزينه سخن. ده عصير العناب بعد ما خلص. عمل قوارب التلج ديت وازازة، ده مركز جدا، وبالسكر بتاعه هيطلع كل مكعبين هيتحطوا في كوباية ويتذوبوا في ثواني يتحضر عصير العناب. وده عصير العناب، مكعبات العناب، ناخد مكعبين كده نحطهم في المية بيدوبوا بسرعة، تبقى في ثواني حضرنا عصير العناب. ومكعبات التلج دي بتستنى فترة عندنا في الفريزر ما بيبص ولا حاجة. وده عصير العناب ولسه في مكعبات التلج، مكعبات هنا وازازة مليانة برضو. دي مركز، ده كله ده مركز. ده برضو عصير العناب، حطينا 6 مكعبات في الازازة ديت وقلبناها، وده بقى العصير. والسكر حسب الرغبة، احنا حاطين فيه سكر من الاول هو متحلي. اتمنى تجربوه هيعجبكم جدا.